إن أردتم عزل جزء من الغرفة، فثمة أنواع كثيرة من الأبواب الفاصلة ستفي بالغرض. أبواب الأكورديون تقسم غرف الاجتماعات. الجدران المنزلقة المصنوعة من ألواح متعددة تقسم بسهولة قاعة استقبال كبيرة أو تجزئ مكتباً في غمضة عين. تصنع هذه الشركة نوعين من الجدران الفاصلة، الألواح المنزلقة المسماة الجدران الطيعة وأبواب الأكورديون، وكلا النوعين يكون عازلا للصوت. تقنية الطي عند الجزء المركزي لباب الأكورديون تسمى البانتوغراف، وتقوم على قضبان فولاذية مسطحة تثبت معا بطريقة متقاطعة. تشد المسامير بما يكفي لتثبت القضبان جيدا من دون عرقلة حركتها، ثم تدخل المسامير في الأعلى والأسفل مثبتة مكانها بحلقات فولاذية. يصنع البانتوغراف بحسب الطلب ليتوسع بالعرض المحدد للباب الذي يصنعونه. تركب المسامير بالغطائين اللذين سيضمان البانتوغراف لاحقا لنحصل على واجهة باب الأكورديون. لصناعة الأغطية يصنعون أولا الأضلاع. هذه الماكينة الآلية تطلي مجموعة من الورق المقوى فوق الفولاذ، وتتولى مجموعة أسطوانات طي الجوانب إلى الأعلى، وتشكل حرفا فولاذيا حول الورق المقوى. أخيراً تقص الآلة الرزمة المتصلة إلى أضلاع يبلغ طولها ارتفاع باب الأكورديون الذي يصنع. تجمع الأضلاع زوجاً زوجاً وتمسك معاً بشرائط طويلة من الورق المقوى. ويدخل العمال كل زوج داخل آلة تطلي. تخرج الأضلاع ملصقة بورق ناعم ومرن غير قابل للتمزيق. تجمع ست أزواج من الأضلاع معاً لتشكيل لوح يغرى فوقه السطح الزيني. في هذه الحالة فلين تجاري لعزل الصوت، فلا يعبر من فوق وأسفل باب الأكورديون. يلصق شريط من اللباد والفلين أعلى وأسفل كل لوح، وبعد تبطين جوف كل لوح بصوف عازل للصوت يجمع عدد الألواح المطلوبة لعرض الباب، تثبت معا بواسطة رزات فولاذية قوية، ثم تركب قضبان فولاذية فوق ما سيكون طيات الباب الداخلية. وبواسطة آلة تشتغل بالهواء تكبس القضبان معا لتثبت مكانها بإحكام. تركب الآن مجموعات البانتوغراف، وارتفاع الباب يحدد عددها. بواسطة حلقات تثبيت فولاذية تحتجز مسامير البانتوغراف داخل ثقوب القضبان. يركب الغطاء الثاني بالطريقة نفسها. بعد هذا تستعمل شذابة معدنية لإنجاز الأطراف الأمامية والخلفية، كما يركب مقبض لفتح الباب وإغلاقه. يعلق الباب بعجلات تركب على البانتوغراف. الجدران الطيعة تصنع من ألواح منزلقة، لكل واحد يصنع إطار من الألومنيوم، ثم تركب تقنية عزل الصوت. مانع تسرب من الألومنيوم يشغل بكرانك ينتئ ليملأ الفجوة فوق اللوح وأسفله. لصناعة السطح الأمامي والخلفي لكل لوح يبدأ العمال بصحيفة من لوح جصي، بأحد طرفيه يلصقون صحيفة فولاذية سمكها مليمتر واحد على الأقل، يؤمن ذلك تقنية عزل الصوت. في الطرف الآخر يلصقون سطحا زينيا. في هذه الحالة منتج مصفح، نسخة مرققة عن المادة المستخدمة في صناعة السطوح المضادة، وتكبس عليها أسطوانة قرص لضمان الالتصاق المحكم للصفيحة. تدخل الواجهة داخل الإطار، يحشى الوسط بالصوف السمعي العازل للصوت، ثم تدس الواجهة الثانية. يغلقون الأسفل ويختبرون مانع التسرب العازل للصوت والقابل للسحب. الخطوة الأخيرة هي تركيب العجلات المتحركة على سكة السقف.
يمكن تزويد الجدار المتحرك بنوع واحد أو أنواع عدة من السطوح، من القماش أو المرايا أو الفولاذ المزأبق إلى اللوح الأسود، لوح التسجيل أو حتى لوح البيانات الفلينية.